أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وخيّا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الاكوان. اقرا كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان. يا من فؤاد كالحجاره قسوه، فإذا وعن القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعن القرآن حين لانا. فإذا وعن القرآن حين لانا. اقرأ وخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه، ولم يعد في روحه إنسانا، وتائه متخبط متذبذب متردد، ولم يزل حيرانا. ابعث به روح التقى بتلاوة، تستنهض الأرواح والأبدان، وأزل هوانا ظل يلزمنا، وكل ما نمن لزم الهدى مانا. كن كالصحابة في اقتداء المصطفى، كانوا لهامات الدنا تيجانا، نهلوا من القرآن أعز بمورد. أخلاقهم كانت هي القرآن، أخلاقهم كانت هي القرآن. اقرأ وخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. اقرأ وخيها، اقرأ وخيها، اقرأ وخيها ورتل القرآن. رتل فإن الكون نحوك شاخص، فامنح له مما تجهد أمانا. رتل فإن قلوبنا مشتاقة، وازرع بصوتك في الجنان جنانا. وسر نبضتنا وسر وجودنا، من غيره ما أشرقت دنيانا. يا أمة القرآن سوني شرعه، واروي به كونا غدا عطشانا عطشانا. اقرأ وخيها ورتل القرآن،
صوتك أسمع الإكرام اقرأ كلام الله.